Hello my friends, how are you today? كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا أصدقائي منيح. اليوم في فيديو كتير حلو بدنا نحضره مع بعض، بس بدي إياكم تنتبهوا كتير منيح لأنه عندي أسئلة لإلكن. Let's watch the video وأنا برجع لكم. I can see a butterfly. It is a beautiful butterfly. It is green, red, and blue in color. It is on the flower. It flew under the bike. Look, now it is in the car. Now it is behind the bus. Where is it now? Can you find it? أصدقائي، حبيتوا الفيديو؟ إن شاء الله تكونوا انبسطتوا. هلأ عندي أنا كم سؤال عن الفيديو، هل أنتوا جاهزين؟ Are you ready؟ أول سؤال، نحن الفيديو كان عن butterfly، the butterfly. أول سؤال لإلكن، What did you see؟ رح أكتب السؤال على اللوح. إذن عندنا questions، أسئلة. أول سؤال، What، ماذا؟ What did you see؟ يعني شو شفت أنت أو شو شفتي؟ ماذا رأيت أو رأيتي؟ What did you see؟ ومنجاوب منقول I saw، يعني أنا رأيت، رح أكتبها بغير لون. I saw، شو شفنا نحنا؟ فراشة، فراشة كتير حلوة. I saw a beautiful butterfly. فإذن I saw a beautiful butterfly. فإذن أول سؤال كان What did you see؟ جوابنا إنه نحنا شفنا A beautiful butterfly. هلا تاني سؤال، بدي أسألكن عن لونها للفراشة. شو كان لونها؟ مين بيتذكر؟ كان فيها أخضر، the green color. صحيح، كان فيها green, red, blue. سؤالي هو What color What color is the butterfly? What color is the butterfly? يعني شو لونها للبترفلاي؟ كان فيها 3 colors، 3 ألوان. أول لون هو كان فيها يلو، أصفر. لا ما فيها يلو. أول لون كان the green color. ثاني لون كان the red color، وثالث لون the blue color. 3 colors. فإذن what color is the butterfly؟ It is، منحط green يعني خضرة، كما فاصلة red حمرة، and blue. فإذن فيها 3 ألوان، 3 colors. What color is the butterfly? It is green، يعني خضرة، red، حمرة، and blue، وزرقة. هلا سؤال بعد، Where did it fly؟ وين طارت البترفلاي؟ Where did it fly؟ احنا شفنا بالفيديو إنه أول شيء it was on the flower. طلع هيك it is on the flower، كانت على الوردة. بعدين it flew under the bike، تحت الدراجة، أو البسكليت. It flew under the bike. بعدين in the car، بعدين فاتت بقلب السيارة. وبالآخر كانت behind the bus، يعني ورا الباص. فإذا
ثالث سؤال Where did it fly? يعني وين طارت؟ وين طارت الباترفلاي؟ بالأول it flew نكتب أول شيء كانت on the flower بعدين راحت under the bike اكتبها على سطر جديد وبعدين in the car وبالآخر and behind the bus فإذن وين طارت؟ Where did it fly? It flew on the flower على الوردة under the bike تحت الدراجة in the car بقلب السيارة and behind the bus ورا الباص فإذن صرنا مجاوبين عن ثلاث أسئلة What did you see? شفنا نحن a beautiful butterfly I saw a beautiful butterfly What color is the butterfly? It is green, red, and blue. Where did it fly? When did it? It flew on the flower, under the bike, in the car, and behind the bus. It flew on the flower, under the bike, in the car, and behind the bus. فإذن هودي هن الأسئلة يلي بدي أسألكن هون عن القصة حبيتوا الباترفلاي؟ I saw a beautiful butterfly شفت أنا فراشة رائعة جميلة It is green, red and blue لما أقول أنا green, red and blue أنا شو عم بعمل؟ عبو صفة It is verb to be is I am, you are, he is, she is, it is. It is verb to be, فإذن هيدا. Green, red and blue, هودا عم يوصفوا شو بقلن؟ صفة, they are adjectives. هودا عم يوصفوا بقلن adjectives أخذناها من قبل. أما هون, فلما أقول أنا, where did it fly? وين طارت؟ عم بسأل عن where عن المكان لاحظوا أنا بالأول استخدمت what يعني ماذا رأيت أو شو كان لونه بعدين استخدمت where بستخدمها لما أسأل عن المكان where did it fly وين طارت it flew on the flower رح أعمل circle على بعض الكلمات انتبهوا معي On the flower, under the bike, in the car, and behind the bus. On, under, in, behind. تتذكروا أخذناهم من قبل؟ لما يكون أنا عندي كتاب Look at my hand. Near, behind, يعني وراها, under, تحت, in, on, يعني عليا. فإذن عندي on the flower, under the bike, in the car, and behind the bus. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. أنا هلأ بدي منكم ترجعوا تنقلوا الأسئلة وجربوا تجاوبوا لحالكم أنا بدي أرجع لكم بالفقرة الأخيرة Gum Nut Cub Sun
cut. Run. Sub. Hum. وهلا أصدقائي عنا امتحان صغير، جهزوا حالكم منيح. في كلمات أخذناهم من قبل موجودين بصور على اللوح. Open your eyes well, open your ears well, and look at the board. بأول صورة in the first picture عندي gum، يعني العلكة مثل chewing gum. gum أنا شو عم بلفظ؟ g. gum. g. أم gum، يعني مثل العلكة. أما هون فعندي جوز، مين بيتذكر شو يعني جوز بالإنجليش؟ رح أعطيكم فكرة، ببلش بالليتر ن، the letter N. ن. مين بده يكفيها؟ هيدي gum، هيدي ن. نا nut، يعني جوز أو nuts. أما هون فعندي جرو الثعلب، يعني ابن الثعلب الصغير. شو بقله؟ بتبلش بي the letter C، بلفظها ك ك. A كمان عندي A، the letter U. إذا زدت لها the letter B شو بتصير؟ كب كب، يلي هو جرو الثعلب. أما هون كلكم لازم تعرفوها، شو يعني شمس بالإنجليش؟ sun sun. س آ ن sun، شمس sun. ننتقل لهيدي الصورة، عم بقص. لما أقول أنا بقص، يعني I ك cut. the letter C لفظتها ك آ ت cut، يعني بقص. أما هون فعندي ولد عم يركض، شو يعني يركض؟ I run. excellent، لازم تعرفوها. run I run، you run، he she it runs مع S. we run you run they run. فإذا ره عم بلفظ بالأول ره، بعدين آ ره آ را ن رن، يركض أو أنا أركض. وبالآخر عندي هون، طلعوا شو مكتوب. هم ه آ هم هم. لما أعمل هيدا الصوت بعمله لما أكون أنا عم فكر. هم. فإذا كلمات كتير هينين، تتذكرون؟ منبلش بأول كلمة، فإذا كانت gum اللي هي مثل chewing gum، يعني العلكة. g a g m gum. nut n a nut nut، جوز. k a k cub، جرو الثعلب. s a s sun، شمس. k a k cut، بقص. ره أ ر run، يركض. بالآخر عندي ه أ ه م هم، يعني عم بفكر. لما أعمل أنا كون أنا I'm humming هم. فإذا هودي هن الكلمات، بيشبهوا بعض، كلهم فيهم the letter. طلعوا منيح. the letter U، g a gum. the letter U، n a nut. the letter U، k a cub. the letter U، s a sun. the letter U، k a cut. r a run. hum. the letter U. وهون لفظ the letter U a، مش the long U مثل
إذا قلت أنا يونيكورن، يونيكورن بكون عم بلفظ اليو يو، بينما هون عم بلفظ آ جم كب كات هم رن سن and نوت. ما تنسون أصدقائي. أما هلأ فبنا نقرأ أنا وياكم ونتحذر عن بعض الحيوانات اللي منحبون كتير. Hidden animals. Hidden animals. بكل صورة في عنا حيوان بدنا نجرب نحذر مين هو. هذا الحيوان بيعمل جالوب جالوب جالوب. Goes the. مين بيعمل جالوب؟ احذروا مين؟ أي حيوان هيدا؟ Goes the giraffe. Giraffes are really really tall. عن جد طوال. جالوب جالوب جالوب. How tall are you؟ قدي طويل انت؟ فإذا the giraffe جالوب جالوب جالوب. حيوان الثاني the second animal. احذروا شو عنا. او او اه اه مين بيعمل هيك؟ goes the. مين حذر؟ monkey. monkeys like to eat bananas. او او اه اه do you like bananas؟ بتحبوا انتو الموز؟ فاذا مونكي. وثالث حيوان جر 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 goes the. احذروا شو هيدا الحيوان؟ مين بيشبه؟ بيشبه الحية بس مش حية. it's not a snake. طلعوا goes the dinosaur. dinosaurs are big and strong. كبار وقوية. جر جر جر. Are you big and strong؟ هل أنت كبير وقوي؟ فإذن أخذنا ثلاث حيوانات: dinosaurs, monkeys, giraffes. وحذرناهم مع بعض. مرة الجاية بالحلقة المقبلة بدنا نكمل ونحذر حيوانات تانية. أما هلأ فأنا بدي ودعكم، بدي أطلب منكم ترجعوا تعملوا مراجعة على كل شيء درسناه اليوم. أنا كتير مبسوطة منكم لأنكم شاطرين. بشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. This is your ball. This is my doll. That is your bag. That is my tag. This is so fun, let us run under the sun and eat some bun. That is a bug, that is my mug. Give me a hug, standing on a rug. He is a dad, he is so sad because his lad lost his pad. This is so fun, let us run under the sun and eat some bun.